آباء وأمهات تلاميذ سنة ثانية ابتدائي، السلام عليكم. لمساعدتكم في المراجعة لأبنائكم، هذا نموذج الاختبار الفصل الثاني في مادة التربية العلمية. الموضوع موجود على القناة في كوميونيتي من أجل الطباعة. لا تنسوا الدخول على القناة، الاشتراك وتفعيل جرس الإشعارات ليصلكم الجديد. التمرين الأول، ضع صحيح أو خطأ أمام كل عبارة. تحمي القطط صغار العصافير. خطأ، صغار القطط لا تحمي صغار العصافير بل تأكل صغار العصافير. غذاء القرد المفضل هو الجزر. خطأ، غذاء القرد المفضل هو الموز ليس الجزر. تتغذى بعض الحيوانات على حيوانات أخرى. بعض الحيوانات تتغذى على حيوانات أخرى، صحيح. مثل حيوان الأسد يتغذى على حيوان الغزال. طعم الماء لا يتغير عند إضافة الملح. عند إضافة الملح للماء طعم الماء يتغير، يصير الماء مالحا، لا يتغير، خطأ. الذكر لوحده لا يتكاثر، صحيح. يجب أن يجتمع الذكر والأنثى معا من أجل التكاثر. الذكر لوحده لا يتكاثر. القطط لا تحمي صغار العصافير، تحمي صغار العصافير، خطأ. غذاء القرد المفضل هو الموز، جزر، خطأ. تتغذى بعض الحيوانات على حيوانات أخرى. طعم الماء يصير مالحا، لا يتغير، خطأ. الذكر لوحده لا يتكاثر، صحيح. التمرين الثاني، اربط كل حدث بنوعه. لدينا أحداث، آكل طعامي ثم أغسل أسناني. سقطت الأمطار أثناء خروجنا إلى النزهة. لا تتكلم وأنت تمضخ. رسمت زهرة ثم لونتها. أحداث متزامنة، أحداث متعاقبة. الأحداث المتزامنة هي الأحداث التي تقع في نفس الوقت. المتعاقبة هي الحدث الذي يأتي وراء الحدث الذي قبله. يأتي الحدث الأول ثم يلي الحدث الثاني. أحداث متعاقبة. آكل طعامي ثم أغسل أسناني. بعدما أنتهي من أكل الطعام أغسل أسناني، ليس في نفس الوقت. إذن أحداث متعاقبة. يجب أن أنتهي من أكل الطعام، بعدها أغسل أسناني. سقطت الأمطار أثناء خروجنا إلى النزهة. ونحن في نزهة سقطت الأمطار، في نفس الوقت أثناء خروجنا سقطت الأمطار. أحداث متزامنة. لا تتكلم وأنت تمضغ. في نفس الوقت وأنت تمضغ لا يجب أن تتكلم. أحداث متزامنة في نفس الوقت. رسمت زهرة ثم لونتها. رسمت زهرة بعد أن أنتهي من رسم الزهرة ألونها. حتى أنتهي ثم ألونها. أحداث متعاقبة. إذن آكل طعامي ثم أغسل أسناني متعاقبة. سقطت الأمطار أثناء خروجنا متزامنة. لا تتكلم وأنت تمضغ متزامنة. رسمت زهرة ثم لونتها متعاقبة. التمرين الثالث، صل بسهم بين ذكر الحيوان وأنثاه. لدينا حيوانات، الأسد، الثور، الديك، الجمل، الحصان. لدينا أنثى الحيوان، الدجاجة، اللبوءة، البقرة، الناقة، والفرس. الأسد أنثاه تسمى اللبوءة. الثور أنثاه هي البقرة. أنثى الديك هي الدجاج. الجمل أنثى الناقة. والحصان أنثى تسمى الفرس. إذن أنثى الأسد هي اللبوءة، أنثى الثور البقرة، أنثى الديك الدجاجة، أنثى الجمل الناقة، وأنثى الحصان الفرس. التمرين الرابع، أكمل بما يناسب. الدفاعي، الأخطاري، صغارها، مفردها. ترعى الحيوانات فتحميها من مختلف حتى تكبر وتصبح قادرة على عن نفسها وتتحصل على غذائها ب. ترعى الحيوانات، ماذا ترعى الحيوانات؟ صغارها.
فتحميها من مختلف الأخطار. الحيوانات تحمي صغارها من أخطار حتى تكبر، حيوانات صغيرة تكبر وتصبح قادرة على الدفاع عن نفسها وتتحصل على غذائها بنفسها بمفردها. نعيد قراءة الفقرة. ترى الحيوانات صغارها فتحميها من مختلف الأخطار حتى تكبر وتصبح قادرة على الدفاع عن نفسها وتتحصل على غذائها بمفردها. لا تنسوا الضغط على الإعجاب للفيديو. إلى اختبار قادم إن شاء الله، والسلام عليكم.